معانا ام محمد من القاهره. السلام عليكم. ازاي حضرتك يا استاذ ام محمد؟ اتفضلي. ازيك يا لو سمحت انا عندي سؤال لحضرتك دكتور يعني. طبعا. انا كان عندي ابن عمي كان عمل شبكه وخطب، فجي بعد شهر ونص من الشبكه هو ما يعني نفسيته ما ارتاحتش. فهو عايز يسيبها. فممكن اعرف بس هما معترضين على مجايب الشبكه والحاجه اللي. هما ايه معترضين على ايه؟ يعني ان هما يردوا الشبكه تاني. ليه بقى؟ هما كده، هما نظامهم كده. لا انت طالما انت اللي سايب خلاص يبقى مالكش حاجه. لا ما انا لازم اسال. طب انا عايز اعرف بس حضرتك، هي كده الشبكه تبقى من حقه ولا من حقه؟ لا ما انا بقول لحضرتك هما ليه معترضين؟ هل لان هما حصل لهم شيء من الضرر؟ ما ممكن يكون هما جهزوا وجابوا ما اعرفش النجف وجابوا ما اعرفش جابوا العفش. ده هي شبكه بس حضرتك، هما لسه ما عملوش حاجه. لو حصل كده لا يبقى الشبكه من حقه، الشبكه من حقه لان ما حصلش ضرر. احنا عندنا اسمعيني طيب يا ام محمد. طب. اذا كان ما فيش ضرر وقع على المخطوبه وحصل ان هو حصل عدم توافق لان الشبكه دي خلاص استقر الفتوى بيها بان هي جزء من المهر. فاذا حصل الانفصال ايه اللي حصل؟ اذا حصل الانفصال يبقى الشبكه بما انها جزء من المهر تعود الى الخطيب مره ثانيه. ولكن اذا حصل بقى تضرر لاهل العروسه خلاص بيرجعوا بقى لايه؟ بيرجعوا للقضاء عشان يوفي مساله الضرر اللي وقع عليهم، لكن ما بيكونش من حقهم ان هم ياخدوا الشبكه لانها جزء من المهر. هل واضح؟ والده قال انا مثلا القاعه انا هدفع ثمنها مكانهم، بس هي الشبكه بس هي اللي احنا عايزينها. يعني هو دلوقتي هم الشبكه دي كانت في قاعه وهم تكلفوا. أيوة. ان هم القاعه دي، فهو هيدفع لهم الفلوس اللي دفعوها في مساله حجز القاعه دي، صح؟ تمام. ايوه صح. طيب خلاص، ده شيء محترم وخلاص، والشبكه لكن الشبكه من حق الخطيب. نعم. مع حتى لو ان هو اللي ارتاح، ان هو ما ارتاحش لان هو خلاص اللي حصل خلاص لم يتم، لان الخطبه اصلا الخطبه ما هي الا وعد بالجواز، هي لا هي جزء لا هي جزء من الجواز، لا حصل عقد عشان تستحق البنت نصف المهر، ولا حصل دخل عشان تستحق المهر كله، وعشان كده يبقى خلاص يبقى هي الشبكه ترد اليه.